نشوف بقى دير صينيه البطاطس بالسمك الفيليه قشر بياض. والسمك الفيليه القشر البياض اللي معايا ده مجمد، بتشتريه من اي سوبر ماركت، بتفكيه وتغسليه وتقطعيه بالشكل ده كده. ومعانا بطاطس وزبده، فلفله حلوه، زيتون اخضر، كزبره خضراء، شبت، ثوم، بصل. المقادير على الشاشه، ولكن الفكر الطهوي والابداع الطهوي فين يا عم الشيف؟ معانا نتابع، يلا نشتغل. ناخد البطاطس نقطعها شرايح، يلا بالشكل ده كده، حبتين بطاطس، ثلاث حبات بطاطس، انت وحبك للبطاطس. ومين مش بيحب البطاطس؟ كلنا مفطومين على البطاطس. حلوة. شرايح رفيعه كده كانك بتقطعها الشيبسي، يعني انا مش عايزها، ما بحبش انا البطاطس اللي تبقى متقطعه تخينه. حلو. كمان واحده، يلا كمان واحده. دايما لما تيجي تقطعي بطاطس، بما جت الصدفه نتكلم عن البطاطس، لما تيجي تقطعيها للمبتدئين في المطبخ بالذات، مسكه السكينه دي كده، ودايما انا بقول لما تيجي تقطعي خضار، بطاطس، كوسه، تجيب السكينه اللي هي المستحد بتاعها او السلاح بتاعها يكون عريض بالشكل ده كده، زي المثال، زي السطور اللي معايا ده كده. والبطاطسايه بتركزيها على الارض بالشكل ده كده، تقوم ان هي تحت ايدك ما تتعوكش ولا تتهز، تبقى تقطعها بالشكل ده. تقطعها وانت مغمضه، وانت مغمضه، وتبص للكاميرا، وانا شغال بس خلاص. تعالوا ناخد البطاطس دي زي ما هي كده، زي ما هي كده، ركز معايا، ده مهم جدا. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هحمرها في الزيت، بس مش هحمرها في الزيت كده، شفت الشقاوه بقى، بطريقه مختلفه. حط عليها توم، الله عليك، حط عليها شويه زعتر، ده الجديد بقى. كل يوم نعمل صينيه بطاطس هتكون معموله بطريقه جديده وبطريقه مختلفه. حطيت توم وزعتر، تسلم ايدك يا عم الشيف، وشويه فلفل اسود وشوية نشا، واخد البطاطس دي يا عم الشيف. قد ايه نشا يا عم الشيف؟ يعني معلقتين لشوية البطاطس اللي انا قطعتهم دول. علل ولماذا؟ دايما بقول لحضراتكم وانا شغال بحط ايه على ايه عشان في الاخر يدينا ايه. حلو الكلام ده؟ يعني انا حطيت النشا ليه دلوقتي على البطاطس، مع ان البطاطس مصدر غني جدا للنشويات، بس النشويات بتاعت البطاطس غير النشا بتاعت الذره. نشويات البطاطس ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها تمتص السموم اللي موجوده في الجسم، زائد النشويات بتاعتها قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن النشا اللي انا حطيته دلوقتي علشان يمتص الميه ويثبت التتبيله اللي انا حطيتها من التوم والزعتر والفلفل. اخد البطاطس دي يا عم الشيف وافكها كده، ربنا يفكها علينا بالشكل ده كده، واحمرها في الزيت، افصصها يعني. حلو الكلام. فين الميه بتاعت البطاطس؟ لونها اتغير البطاطس؟ ابدا. في قلب الزيت ونشوحها على ما نشوف هنعمل ايه في الفيليه. يلا مع السلامه يا حلوه، مع السلامه يا بيضه. في قلب الزيت، بالنشا، بالثوم، بالزعتر. حلو، نفس الكسرونه هشتغل فيها، والله ما غيرها، هي 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 معايا. كل القصه هجيب منديل وامسحها كده من الاطراف. انا عايزك في المطبخ زي ما انا شغال كده. خلي قلبك جامد. حلو الكلام؟ عايزها دي. وانا فاضي عشان كل شويه نغسل الاطباق ونغسل الحاجات اللي موجوده. الحوض مليان. والمطبخ مقلوب. تعالوا مع بعض، السمك الفيليه معانا. هناخد السمك الفيليه زي ما هو كده. قشر بياض يا بياضة، نقطع الشريحة اتنين، الليمونة نخليه هنا ونشيل ده من هنا. السمك الفيليه نجيبه كده بالسطور فتحتين شرايح كده كمان واحدة كبار السن بهدوم الصينية الحلوة دي كده. الأطفال مستقبلنا بين ايديكم، بهدكوا الصينيه دي كده. الناس اللي ما بتحبش الشوك بتاع السمك
بهدوم الصينية دي كده. السمك ده انا مش هتبله ولا احط عليه اي توابل ولا هجيب جنبه اي ذره ملح، زي ما هو كده. بس كلوب حلو. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد الليمون ده كده واعصره عليه. الله يبارك لك يا شيف. وعندي طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام. الطاسه دي اعمل فيها بقى، هي دي التركايه، بحط فيها زيت زيتون. خلي بالك انا معايا شويه رز على النار، حكايه طاسه على النار فيها شويه زيت زيتون، بحط على زيت الزيتون ده بصلايه وتومه. العب بصلايه الاول مع التومه الحلوه، ونقلب دول مع بعض، البصلايه والتومه. اوعى يا حذاري تحط بصل ني في صينيه زي دي، ازعل منك قوي على فكره. يبقى اللي انا بعمله ده ملوش اي لازمه. البصل لازم تستوي هنا، يجي على بالك تقولي اقطع شرايح بصل، لا 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 لا، الموضوع هنا خد سكه تانيه انا مش بحبها. تشم ريحه البصل في قلب السمك الواحد يقوم يسيب السفره ويمشي. ادي البصله والتومه في قلب النار، وهم بيتحمروا بحط شويه بهارات كده، من الكمون، من البابريكا، من الكزبرة، من الملح، وأنا شغال. لا أنت تشتغل بقى عشان ما تزعلنيش منك والنبي، الله يرضى عليك. حلو؟ تمام. نقلب. معايا زيتون أخضر بفضلة خيرك. الله. معانا فلفلة حلوة. معانا كزبره خضراء، معانا شبت، ونقلب. الله عليك يا عم الشيخ، ايه الابداع ده. كل ده مع بعضه على النار، شغالين كده زي الفل. نشيل كل ده ملوش اي لازمه، خلصنا خلاص. معانا زبده بكثافه، ونقلب. هتدينا جوسي بشويه ميه مغليه. بس خلاص سيبهم يغلوا على النار. طبعا مخرجنا الجميل شاطر، انا عارف، عارف انت الدنيا هتمشي ازاي معانا كده، صح؟ نروق البوتاجاز. عينيا السمك انا ما جبتش جنبه اي توابل. خلينا ناخد بعضينا على التتبيله اللي انا عملتها دي، ما تستوي معايا. وعندي بطاطس في قلب الزيت. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بس نصيحة من الشيف بيحبكم، وعشان انتوا غاليين عليا انا بعمل لكم اكلة سمك النهارده ما حصلتش. تعالوا نرجع للبطاطس وحكاية البطاطس اللي الشيف وقف عندها وطلعنا فاصل. السمك معانا، كل اللي احنا عملناه عصرنا عصرة ليمون، معانا طاسة على النار حاطين فيها شوية خلطة لطاف من الزيتون، من البصل والثوم، من التتبيلة بتاعتنا الفلفلة الحلوة، بهاراتنا ملح وفلفل بالشكل ده كده، اتسبكت تقريبا. نبص عليها كده، نحطها جنب البطاطس، ايه رايك مخرجنا؟ ومعانا السمك على البلانشه بتاعتنا. كل اللي انا عملته قطعته شرايح اسكالوب وعصرت عليه عصره ليمون. بس هاخد البطاطس دي كده في نفس الكاسروله وارصها كده شرايح شرايح. حلو يا عم الشيف. وناخد السمك بتاعنا ده كده حط على البطاطس زي ما هو كده، ما حطيتش اي توابل عليه خالص، لان توابل البطاطس دي انا عايزها، الخلطة اللي انا عايزها دي هتنزل عليه دلوقتي، لا تقلق. حلو الكلام. هناخد الخلطة دي كده. الله عليك وعلى والديك. شفت السمك اتبل ازاي؟ اوعى تحطي بصله نيه يا امي، الله يرضى عليك. نشتغل كده، نرص البطاطس الرصه الحلوه دي كده وندخلها الفرن، ونرجع للزيت لا تقلق.
ده انا بقى لي كاليماري من 30 سنه. هناخد الخلطه دي كده اهو، وبايدي كده اسويها. يلا بينا. في درجه حراره الفرن 180، درجه حراره الفرن عندي 180، هدخلها الفرن في درجه حراره 180. شويه دول مطلوبين، الله عليك، في درجه حراره 180. نبص عليها في الفرن. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صينيه بطاطس بالسمك الفيليه القشر البياض بطريقه جديده، والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. ودي الصينيه هنا. ايه يلا بينا. لا ما اقولكش، ما اقولكش، لازم تغازلها وتدلعها وتقول لها كلام حلو، تقول لها تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك يا شيف. صينيه سمك بالبطاطس مدرسة المغازي. بطاطس قطعت شرايح، حمرناها بالنشا مع توم مع شوية بهارات، طريقة جديدة لتثبيت التوبنج والتوابل على البطاطس. بعد ما اتحمرت خليناها على جنب، خدنا السمك قطعناه شرايح، ما حطيناش عليه أي توابل غير عصرة ليمون للتخلص من الزفارة. خدنا الخلطة بتاعتنا اللي هي الزيتون الأخضر مع الكزبرة مع الشبت مع البهارات بتاعتنا من الشمر والملح والفلفل والفلفلة، عصرة ليمون، غلوة على النار مع بصلة وتومة وزبدة. حطينا شرايح من البطاطس، شرايح من السمك، الخلطة بتاعتنا، الإبداع، ثم البطاطس، ثم الخلطة. دخلناها الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. أما الكاليماري الكريسبي اللطيفة الجميلة تتحدث عن نفسها، لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها. حلوة أوي دي، لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها. طلعت إزاي مش عارف. معانا رز مصري عدل السفرة بتاعتنا. مشروبات غازية ممنوعة على السفرة، وخاصة لو كانت أسماك. خليكي مع العصيرات الطازة، إحنا ربنا كرمنا عندنا المانجا، العالم بيحسدنا عليها. تعملها آيس كريم، تعملها سموزي، تعملها مربى، تعملها مخلل، زي ما أنت حابة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.